بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير عليكم بنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم البنات جيتكم بوصفة يعني سهلة وخفيفة، اللي هي لي تخوف يعني يحبوها كبار وصغار. وصفة يعني تحضروها في 5 دقائق، ماشي بزاف واعرة، والشكل تاعها يجي بزاف شبه. دوك هنا البنات نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. هنا البنات واش راح نسحق لي تخوف؟ نسحق شوكولا نوار. انا استعملت هديه تاع اوبتيلا فيها 240 غرام، انا راني رايحه نسحق وحده وزياده، نسحق انا 360 غرام تاع شوكولا نوار. انتم ديروا يعني اي شوكولا تكون متوفره عندكم، ليسونسييل تكون كاليتي مليحه. عندي لا كريم فريش اللي هي 150 غرام تاع لا كريم فريش، اللي تكون نسبه الدهون تاعها فوق 30% مواد دسمه. نسحق مغرفه صغيره تاع لا مارغارين، ونسحق نقولوا مغرفه ونص تاع الكاكاو اللي يكون نوعيه جيده، يعني سختو الكاكاو يعني خيره تكون نوعيه جيده، هو اللي رايح يمد لكم ويعدل لكم الذوق تاع لي تخوف تاعكم. اول حاجه البنات نجيب شوكولا ديالي، نقطعها بالموس يعني قطع صغيره، اللي قلنا 350 غرام تاع شوكولا نوار. كما نعرفوا لي تخوف البنات يعني يجوا شويه مرين ناقصين حلاوه، لكن اللي ما يحبوش الذوق المر تاع شوكولا راكم رايحين تخلطوا يعني نص شوكولا ولي ونص شوكولا نوار، لكن هي من الافضل يعني باش ما تجيكمش بزاف حلوه ديروا شوكولا نوار وحدها. هاي لك هنا البنات الشوكولا تاعي بعد ما قطعتها كامل صغيره، هنا نروح ندوبها في الميكرووند، ولا تقدروا تذوبوها في كسرونه كيما حبيتوا. ولا لا كريم فريش تاعي تاني هنا البنات غليتها مليح هكذا باش نخلطها مع الشوكولا تاعي. اول حاجه راني رايحه ندير هذيك المغرفه تاع الصغيره تاع لا مارغارين، يعني حوالي واحد 15 غرام هكذاك تاع المارغارين، نديرها في الشوكولا وهي هكذاك سخونه باش تدوبلي، ونزيد عليها تاني لا كريم فريش تاعي اللي كنت غليتها اللي هي 150 غرام تاع لا كريم فريش. انا هنا استعملت كريم فريش ايباس، نتوما تقدروا تستعملوا ليكيد، ليسونسييل كيما قلت لكم تكون نسبه الدهون فيها فوق 30% حتى 35% هكذا باش لي تخوف تاعكم يعني يشدوا ما يبقاو لكمش طريين. وبزاف على بالي بلي رايحين يتسالوا الكاكاو علاش راني رايحه نديرو داخل لي تخوف، يعني اغلب الوصفات ما فيهمش الكاكاو. كاكاو البنات راح يخلي لي تخوف تاعكم شايدين روحتيهم، وتقدروا تخدموهم بكل سهوله ما يتلاصقوش في اليدين، ميم كي يكون الحال سخون بزاف راهم رايحين يشدوا ما يحبطوا لكمش، والشكل تاعهم يجي واقف. دوك هنا كيما شفتوا دخلت مليح هذيك لا كريم فريش مع الشوكولا، وزدت عليهم الكاكاو ونبقى نحرك حتى يدخل عندي كامل هذاك الكاكاو، يتنحاو لي كامل هذوك لي غريمو، ونخلوها تبات ليله كامله. من الافضل تخلوها تبات ليله كامله، دوك البنات ما يسخنه بزاف خلوها على برا، سي با لا بين ديروها في الفريجيدير. واللي كانت مزروبه يعني ديرها ربع سوايع في الفريجيدير ولا زوج سوايع برك في الكونجيلاتور، يعني قيس ما تشد روحها وتقدروا تشكلوها. لا ها وليك هنا النتيجه اللي تحصلت عليها. هنا راني رايحه نغطيها بالبابي فيلم ونخليها تريح ليله كامله. وهنا يعني بعد ما خليت شوكولا تاعي ارتاحت ليله كامله على برا، شوفوا هاي اللي كيفاش شدت روحها يعني بلا ما درتها في فريجيدير. هذا راجع للكاكاو كيما قلت لكم راهو رايح يحافظ على الشكل ديالها وما تبقى لكمش يعني جاريه. هنا البنات بالنسبه للتزيين واش راح نسحق، عندي كاكاو النوع البني يعني النوعيه تكون مليحه، عندي بيستاش مرحي شويه خشين، يعني هنا التزيين راح يكون اختياري. عندي لي كوبو دو شوكولا هادوما راهم مخلطين بين البلون والنوار والمارون، وعندي لي بايات تاع شوكولا تاني لاني رايحه نرمد فيهم. كيما نتوما تقدروا ديروا نواه كوكو، تقدروا ديروا اللوز، تقدروا ديروا جلجلان محمص، يعني هذا يولي اختياري وكل وحده واش عندها في الدار. سينو كيما نعرفوا لي تخوف نورمالمون يجوا مرمدين غير في الكاكاو برك، لكن باش نعطوا لهم شكل يكون شباب من في لا بريزونطاسيون تاعهم تجي شابه. هنا البنات نوجد اول حاجه قبل ما نبدا نوزن، نحل كامل لي كيسات ديالي نوجدهم باش هكذا غير نوزن الحبات تاعي نرمدهم ونحطهم ديراكتومون في لي كيسات، ما تبقاوش يعني ترفدوا وتحطوا فيهم سينو الشكل تاعهم راهو رايح يفسد كامل.
وتاني كي تجو توزنوا الحبه غير تشكلوها في يدكم راهي رايحه تسخن، رمدوها تمتم في البيستاش ولا في الكاكاو ولا في اي حاجه حبيتو، ما تخلوهاش يعني هكا توزنوهم كامل على مره باش تجو ترمدوهم، باسكو ما راهمش رايح يلصق فيهم مليح وما يعطي لكم شكل شباب. انا هنا برك نغطي الميزان تاعي هكذا باش يقعد لي بخوبخ، نغلفو بالالومنيوم ونجي نوزن الحبه تاع شوكولا تاعي، راني رايحه نوزنهم 18 غرام. يعني نتوما تحبوا تنقصوا ولا تزيدوا، تحبوا ديروا دي ميني تخوف راكم رايحين توزنوهم من 9 حتى ل 10 غرامات، ولا حبيتوهم كبار يعني تقدروا تلحقوهم من 20 حتى ل 22 غرام، لكن 17 غرام يعني مع نزيدوا نرمدوهم في الشوكولا ولا في البيستاش يعني راهم رايحين يجوا قد لي كيسات سوا سوا. لي كيسات تاني خيروا نوعيه تكون مليحه، ما ديروش هذوك تاع الكاغط باسكو راهم رايحين يشربوا لكم كامل الكميه تاع الدهون اللي في الشوكولا. خيروا نوعيه اللي تكون مليحه هكذا يعني يجوا مخدومين شغل بابي كويسون باش يحافظوا لكم على لي كيسات ديالكم. هاي اللي كان البنات بعد ما وزنتها نجي نكورها في يديك، راهي رايحه تسخن شويه يعني لازم تسخن شويه في يدكم هكذا باش تلصق فاش راكم رايحين ترمدوها، باسكو الا خليتوها هكاك جامده ماهيش رايحه تلصق معاكم. لا انا الاولى داني درتها في لي بايات تاع شوكولا نوار. شوفوا البنات الوزن يعني يجي قد لي كيسات سوا سوا، يعني قد ما كانوا لي كيسات صغار قد ما الشكل تاعهم راهو رايح يجي شباب. يعني هذا ماهوش كاطو تاع قهوه حليب كيما نقولوا حنا تاع تبنج برك، دونك ما ديرهمش بزاف كبار باش ما يقهموش. نزيد ندير معاكم حبه واحده اخرى. هنا البنات كيما قلت لكم ما راهيش ميم با ما بيتهاش ميم با في الفريجيدار، وشوفوا كيفاش تجي شاده روحها ميم في الذوق تاعها تجي بزاف هايله. وتاني حاجه سهله سورتو وحده اللي خدامه ولا ما عندهاش الوقت ولا حتى بنات صغار يعني يقدروا يوجدوها، ما راهيش حاجه واعره. هنا نكورها في يدي نخليها بيان ليس، نسناها حتى تسخن شويه في يدي باش نجي نرمدها. هنا حنديرها ندير معاكم حبه في البيستاش. البيستاش البنات ولا اي مكسرات كي ديروهم كي ترحيوهم سيرحوهم شويه خشان وغربلوهم باش تنحيو هذيك الغبره الرقيقه اللي تكون فيهم، واحتفظوا غير بالخشينه باش يجي مشوك كيما راكم تشوفوا ويجي الشكل تاعو شباب. يعني بالنسبه للوز ولا كاوكا ولا اي حاجه كانت عندكم كيما تاني قلت لكم تقدروا ديروهم في نواه كوكو ولا في الجلجلان برك حمصه. نزيد معكم حبه واحده اخرى. هنا البنات نخليكم تكملوا تشوفوا الحبات اللي رمتهم كامل ونعاود نولي لكم. هنا البنات وصلنا لنهاية تاع الفيديو تاع اليوم، هم ليك الاشكال تاع لي تخوف تاعنا كيفاش جاو، يعني جاو بزاف شابين. اما بالنسبه لهذوك لي بايات اللي راكم تشوفوا فيهم دوغي يعني نفسهم هذوك تاع الشوكولا نوار، زدت لهم برك شويه ناكري دوغي يعني في البودغ ماشي ليكيد وخلطهم بالبانسو، يعني راهم رايحين يعطيو شكل بزاف شباب من في الكيت بريزونتيوهم يعني يجوا بزاف شابين. بالنسبه للحلواجيات تاني تقدروا ديروهم دي بوكس، هم رايحين يعني يمشوا لكم بالبزاف في العيد.
لا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، ولا كانت عجبتكم ما تنسونيش بالجيم وبالبارطاج. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.